تعديل البواجي يوم الابن ردوا يتامى وانذبح يوم البنين ذبحوا كلهم على القار وحسين ظل مجرد ومكسور الأضلاع بعد يا ابو يوسف ومخدرت حذر عليه فرج بلقنا طلعت وياها اليتامى والنساوي يوم البنين الأربعة ذبحة وضماية وظلوا ثلاثة أيام عالغبرة عراية تحب يولا ليتك نظرت على النهار صاحب الراية مفضوخ راسه مقطع شماله ولي يم البنين الأربعة ما حد دفنهم دمهم غسلهم والترب صاير جفنهم ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم مرت وشافتهم على الغبر مطاعم كان يجي لك واحد يقول لك ليش تعظم ام البني وليش تعزونها جاوب هالبيت خلى خالك بهالطور زمان ما قاريني ايش قالت اولادي وكل مال في العالم يروح في دواء وبعد حزين ما تبقى لنا يا بشير بالله لا تقوى حسين مذبوح أرجوك لا تقول ما عود أبو علي لا تقول أنا ما أشوف في الدنيا عوض عندي عن قلت أولادي بدر الوفا أنا رضعته وعلى حبك يا ابو اليمه بعتهم قالوا ان ذبحوا اربعتهم قلت يا ريت تبعتهم انا يكفيني فخار زينب نعتهم بعد عواش عندك سيدتي وايش عندك قالت عبد الله وعون وجعفر وعباس يزيل الهايب انا بيهم شحملت آلاف بس الله يعلم خلى ينجرح قلبي وقلب الزهرة يسلم